الإخوة الكرام والقرآن مأدبة الله في أرضه وهو دستور رب العالمين لأمة سيد المرسلين. من أهل القرآن وأقول هنا لله قوم أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا. فضيلة القارئ المحبوب والذي تلا بكل الدول الإسلامية وملأ الدروب وهو للقراءة وتعليم القراءات موهوب، شيخنا الكريم شيخ علي أيوب الذي اعتلى منصة التلاوة، نسأل الله عز وجل له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته، فليتفضل مشكورا مع تحياتنا للأخ الكريم ناصر صلاح صاحب موقع سفراء القرآن الكريم المتخصص في الليالي القرآنية. وهو رب العرش العظيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص المؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص للمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو صدق الله العظيم. لما تيسر من خواتيم سورة براءة أي سورة التوبة تلا علينا القارئ المحبوب فضيلة الشيخ علي أيوب القارئ والمعلم للقراءات والقارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بلقيس مركز أبو حمام. أشكر لفضيلة شيخ دياب فضيلة الشيخ عبد الله عبد الجابر لقرية أنشاص الذي شرفنا بواجبه فضيلة الشيخ الشرقاوي وكل من شرفنا من أهل القرآن. أشكر أيضا لصاحب الهندسة الإذاعية والكهربائية الذي قدم سنه أكثر من 90 أو 100 الحاج عبد الحميد بن داري المقيم بحوض الندى